في حاجه يا فندم؟ حضرتك بتدور على حد؟ هو انا هنا لوحدي؟ مفيش حد هنا يا فندم غير حضرتك والامن بره. طب ممكن اعرف بقيه التعليمات ايه؟ يعني هفضل لوحدي لغايه امتى؟ والله الحقيقه حضرتك ما عنديش فكره. متشكره. الحمد لله على السلامه. اتفضلي يا فندم. الله يسلمك. طب مدام سهام عامله ايه؟ مدام سهام تعبانه ومش هتقدر تعالى هنا يا ابني. انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه يا عم. ولا حاجه؟ انا شفتك كنت بترمي حاجات على العربيه. انا عارف اشكالك. ده ايه الحقد ده؟ يا سافر يا فندم. انا حضرتك بابا؟ انا بابا. ده اصل هو بص احنا بنعالجه اصلا لانه مخ. بتعالج؟ احنا سفين جدا. انا هربيه اصلا. هو عقل. ايه اللي انت عملته ده؟ احنا سفين جدا 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 يا فندم. معلش احنا سفين. ويا سلام لو تاخد كورس غطس. اشتري اللي نفسك فيه وهتاخد اميال سفر مجانيه. وادي تاني طبق. طبعا زي السيد قاعد طبعا على السفره مستني سحوره. طبعا تحس ان هي اكتشفت ان هي لسه ان هي حامل. يعني مش عارف. لا بس لو بلاحظ السيد قاعد ما حركش صباع وما حركش صباع حتى ما جابش الطبق قدامه يا مؤمن. ما قالش حتى ميرسي. وطلعت جري بالصينيه ودخلت